نلجأ إلى وزارة الصحة لحتى نعرف خلفية هالقرار وشو صار مشاكل بهالإطار وعشو استند هالقرار، لأنه في كتير أسئلة من المواطنين حول هالموضوع، يعني المراقبة ضمن إطار دور الحضانة، كيف الدولة بدها تراقب، إذا الدولة نفسها لازم لها رقابة، كمان أنه القانون لا يجوز أنه يكون في حضانة بالمدارس والمؤسسات، كمان هيدا رأي بدنا نجاوب عليه. وبلشنا بالمشاكل، يعني شيء بيوجع الرأس، ما في أكتر من أنه يوجع الرأس أكتر من موضوع النازحين. اليوم طالت مدة النزوح السوري بلبنان، وصارت هالمسألة عبء كتير كبير على كاهل المواطن على صعيد مجالاته كلها، وبتأثر بتداعياتها سلبا على مختلف المستويات الاقتصادية الاجتماعية الخدماتية والأمنية وغيرها. وهون استغل النازحين وضعهم الإنساني وتعاطف لبنان معهم لاجتياح سوق العمل وإقصاء الشباب اللبناني عبر فرص عمل هي أساس من حقه، اقتحموا مصالحهم الخاصة وتعينوا بوظائف قانونية لا يمكن العمل فيها. هل ملف شاغل اللبنانية والمعنيين والرؤساء بدءا من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب؟ ونحن ناطرين لبنان، ناطر بأدار المقبل مؤتمر دولي جديد، مؤتمر بروكسل الثالث، من أجل التخفيف بأعباء النزوح السوري بوقت الرهان على تدفق الأموال من هالمؤتمر منه واقعي، خصوصا أنه الدعم الدولي صار مشروط بإبقاء النازحين بدول الشتات حتى ينضج الحل السياسي الشامل. اليوم بدي رحب بضيفي الباحث بالصحة الإنجابية وصحة النازحين الدكتور فيصل القاق. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. قصة الولادات يعني هي الأخطر بهالملف برأيك؟ ما في شك أن الملف مثل ما تفضلتي بالمقدمة، مثل ما كلنا بنعرف، ملف ملتهب، ملف إشكالي، ملف له أبعاد متعددة، ولكن فيما يعني بالأعباء المترتبة على الموضوع الصحي هناك طبعا أعباء شديدة جدا، وتأتي في أولها طبعا قضايا الولادات، ازدياد معدلات الخصوبة، ازدياد معدلات الولادة الخام. امبارح بعتقد وزير الصحة بيصرح انه بمستشفى مرج عيون انه هناك أعباء كتير مترتبة من موضوع النزوح السوري، أعباء صحية، وهذا الشيء واضح ومعه حق 100%. في أعباء على النظام الصحي وعلى الاستهلاك الصحي وعلى البنى الصحية الموجودة بلبنان، وخصوصا إذا ما اطلعنا على الأرقام الولادات ومعدلات الخصوبة 2018، يعني تقريبا تلامس 50,000 ولادة سجلوا سورية. كيف عم بيتسجلوا ليأخذوا وراءهم فيما بعد لحتى يثبتوا أنه هن سوريين؟ بتذكر حكينا أنا وياكي، بس المواطنين ما بيتذكروا، مش هيك عم بيتسجلوا؟ عندك بعرف بالاستديو أنه كان في مشكلة كبير بتسجيلهم، ولكن رجع أخذ قرار أنه حتى لو مر سنة على الولادة بيرجع متمكن من التسجيل، ولكن بحسب مختلف المصادر والمعطيات أنه بعد في يمكن حوالي 50% عندهم مشاكل بالتسجيل. في معلومات أنه في 70% من الأطفال المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين ما بيملكوا شهادة ولادة ولا أي أوراق ثبوتية، وما تم تسجيلهم بسبب عدم توافر المستندات المطلوبة من السجلات المدنية، نتيجة أنه كتار تركوا سوريا بظروف مأساوية بدون ما يحملوا معهم أوراق ثبوتية، يعني حتى صح. الأهل ما عندهم أوراق. طب بهالإطار شو بيصير؟ هيدي احد المشاكل الكبار التي تترتب على من الناحيه الانسانيه على الافراد اللي هن ما في اوراق ثبوتيه، ما في مجال يتحركوا ضمن المسارات القانونيه، مسارات العمل، مسارات التعليم، مسارات، يعني هن كاشخاص يهتموا بحالهم للمستقبل، هيدا كتير صعب. صعب يعني شو وضعنا نحن اللبنانيين تجاه هالامر، خصوصا في عجز من قبل كتار من النازحين عن دفع رسوم الإقامة الرسمية، وهذا بيزيد الطين بلة. يعني تصور أنه ما بيملكوا إقامات رسمية وموجودين بلبنان ومش قادرين يسجلوا أطفالهم حديثي الولادة لا بالسفارة السورية ولا بدوائر وزارة الداخلية اللبنانية، يعني اليوم مش بوقت لاحق
بيحرمون هالشي من إثبات جنسيتهم الأصلية. ما في شك طبعا. شو تبعاتها على لبنان؟ تبعاتها على لبنان أولا أنت عندك يعني مجموعات سكانية ليست على الرادار القانوني للحكومة من أول الدولة اللبنانية من حيث متابعة وجودهم القانوني، متابعة مجالات قانونية العمل، قانونية التعليم، مش مو يعني أنت مش شايفتي، أنت بتشوف على رادار الشخص المسجل وعنده ورقة ثبوتية وبتلحقيه يعني بمختلف، هذا واجب الدولة طبعا. أما بغياب هذا الشيء ما فيك تلقطيهم أكيد، وعم بتزيد يعني. نحن إذا طلعتي من 2011 لهلا حكما ارتفعت معدلات الولادات يعني بشكل، ماني حافظ رقم 2011 بالضبط، بس كنا عم نحكي 18,000 بعتقد ولادي، عم تحكي هلا 50,000 او ما يلامس ال 50,000. ديش مسجل منهم ديش مش مسجل؟ اكيد فيك تكوني مرتاحه بتقولي رقم 50% منه مسجل، اضافه الى ارتفاع معدلات العائلات اللي هي على خط الفقر او ما تحت خط الفقر، وبالتالي اللي اجوا عندهم يعني تحت ظرف النزوح وتحت ظرف شخصين صاروا خمسة صاروا سبعة أشخاص، زادت الأعباء المترتبة عليهم كأسرة، خف المدخول، دخلوا بخط الفقر وما تحت خط الفقر. تتخيلي الوضع إلو أبعاد يعني مأساوية، ولكن إلى مردود سلبي على قانونيا على لبنان، إلى مردود سلبي كأعباء على البنى التحتية. شو الارتدادات السلبية على لبنان؟ يعني معقول شو يصير بعدين؟ مع أنه يعني طبعا المديرية العامة للأحوال الشخصية أصدرت قرار تهدف إلى تبسيط إجراء تسجيل الولادات السورية حتى يعني من إعفاء من شرط سند الإقامة هون لحتى يشجعون على تسجيل مع فترة سماح. هل هو هيدا القنبلة الموقوتة اللي منتظرة لبنان فيما بعد؟ يعني هيدا العدد منه قليل. نحن نتمنى أولا يعني السلام والهدوء للبنان ولسوريا وللمنطقة. في ولادات كتير كبيرة هلا أنا ما فيني أتنبأ بقنابل موقوتة، أنا فيني أتنبأ بقلك أنه موضوع الولادات موضوع الصحي يعني عبء كبير على لبنان. موضوع الولادات موضوع ليس بحد ذاته انه كشخص بده يحبل ويخلف، هذا الشيء حق من حقوق الانسان الطبيعيه، ولكن الاعباء السكانيه المترتبه وابعادها القانونيه وابعادها متعلقه بالعلم والعمل وغيره حتكون صعبه على لبنان، كونه ما عم نقدر يكون في حصر اذا بدك قانوني لهذا الموضوع، وهناك ضعف في اعطاء التوعيه اللازمه وتغطيه الحاجات اصلا الغير ملبات في موضوع تنظيم الأسرة واللي هني عم بيطالبوا فيها أيضا. طيب نحن بخصوص النازحين وقفنا العد وهيدا كان يعني ضربة للملف، بخصوص الولادات ما عم نعد كمان. بلا عم نعد. عم نعد؟ بعدنا عم بقلك هلا. نعم بس لأ بس اليوم إذا عم بقرأ بال 2018 عن 120,000 ولادة سورية، يعني هون أرقام دائرة رسمية لبنانية هي عطيت هالرقم، بس في تضارب بالأرقام. وليش عم نقلك إنه مش عم نعد؟ يعني اليوم لما بينحكى عن دائرة رسمية لبنانية بتقول صار عنا 120 ألف ولادة سورية، فيما أحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين ما بين 11 أدار 2011 وكانون 2014 تشير إلى ولادة 45 ألف طفل سوري. يعني ليش عم نقلك؟ لأنه الأرقام كتير لورا يعني راجعة. أنا بتحفز على رقم 120 ألف، بس أنا بقلك كوني متابع موضوع الولادات وموضوع اللجنة الوطنية للولادات وسلامة والأموم المأمونة بوزارة الصحة، بقلك أرقام الوزارة بتقولك 2018 كان في 49 ألف وحوالي 100 ولادة سورية، كان في 6400 فلسطينية، وكان في 1254 مختلف، مقابل حوالي 62 ألف ولادة لبنانية. فما في 120 بسنة واحدة، بيطلع معدل كل الولادات في لبنان لبناني وغير لبناني 112 ألف. رح نتابع نحن وياك دكتور فيصل القاق الباحث في الصحة الإنجابية وصحة النازحين، رح ينضم لنا كمان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوم جيان ساعة 9:30 ومعنيين واتصالاتكم بعد موجز أخبار 9:15. خبرات
خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. تذكر يا إنسان أنك تراب ولا تراب بتعوب. مورين، أول فيلم تاريخي لبناني. القصة كتير حساسة وبتلامس كتير. كتير حقيقة، كتير فيه مصداقية. إخراج حلو، صورة حلوة، الممثلين بياخدوا العقل. بعده صغير، كيف قبلانينه بالعسكري؟ نقلة نوعية، شي بيكبر القلب، بيرفع الراس. بس بدنا فينا نعمل شي على مستوى ومثل ما لازم، شي جديد كثير بالسينما اللبنانية. على قد مستوى عالمي تفتخر في السينما اللبنانية والسينما العربية. كل شي بينبنى على كسبي رح بيضلوا كسبي. بطولة كارمن بصيبس، حلوة هالكسبة، منير معاصري، حسن فرحات، غسان مسعود، تقلى شمعون فرجلة، منير كسرواني، ويس مخللاتي، ونخبة من نجوم الشاشة. بدي اخذ حقي بيدك. مريج حصريا بسينما ابراج. فرن الشباك، للحجز 01-2-80-80-2. للتخلص من اوجاع المفاصل والاحتكاك في الرقبة، الورك، الاصابع او الركبة، ميجا هيرب من ماريناس يساعد على إعادة بناء غضاريف جديدة في المفاصل والفقرات، ويعطيك ليونة في الحركة، ويساعدك على التخلص من الألام المبرحة. متن الغضاريف والمفاصل بواسطة منتج ميجا هيرب من ماريناس. ميجا هيرب من ماريناس، كبسولات الجيلاتين النباتي لتقوية الغضاريف وتخفيف ألام الاحتكاك. مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. للاستعلام 70-444-444. طابت أوقاتكم. موجز أخبار 9:15 من صوت لبنان. يستهل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد لقاءاته اليوم من قصر بوستروس، حيث يجتمع إلى وزير الخارجية جبران باسيل. ويزور ساترفيلد عند 2:30 من بعد الظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمانسو. نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني أكد في حديث لصوت لبنان أن زيارة ساترفيلد للبنان هي للمتابعة والطمأنة إلى اهتمام الولايات المتحدة باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي. وعن سلفة الكهرباء أشار حصباني إلى أنها ستكون موضع نقاش جدي في الجلسة التشريعية غدا، والسؤال الأساسي سيتركز حول أساليب وطرق صرف الأموال وكيف ستسدد السلفة للخزينة، وما هي الإصلاحات التي سنقوم بها في المستقبل في قطاع الكهرباء، مشددا على أن كل هذه الأمور ينبغي توضيحها قبل إعطاء السلفة. النائب بلال عبد الله اعتبر من جهته في حديث لإذاعتنا أيضا أن الإصلاح في الكهرباء يتطلب تواضعا من الفريق المعني، وقال رئيس الحكومة سعد الحريري أكد لنا أمس وجود خريطة طريق لإصلاح الكهرباء يتم وضعها حاليا بالتنسيق مع البنك الدولي، ونأمل رؤية النتائج قريبا. ولفت عبد الله إلى أن البلد لا يحتاج إلى منازلات كلامية بل إلى تطبيق القوانين. علق النائب الياس حنكش في تغريدة عبر تويتر على قطع طريق مرشايا العطشاني بسبب الأشغال الجارية لتوسيعها، مشيرا إلى أن ما حصل خرب الطبيعة ولبك الناس، إذ توقف العمل لعدم توفر الأموال، ما عرض الناس لخطر الانزلاق، فضلا عن إقفال المداخل على أهالي العطشاني وسكان بيت مسك من الجهتين. وأضاف حنكش الحل يكون أولا باستكمال الضغط لتأمين اعتماد لاستئناف العمل، وثانيا البحث عن سبل لتسهيل حركة الناس في لقاء سيعقد اليوم مع القائم مقام. في الخبر الأخير، استأنف المدعي العام الياباني قرار محكمة طوكيو إطلاق سراح رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غوسون، والذي كان قد صدر في وقت سابق اليوم
لقاء كفالة مالية قدرت ب 8.94 مليون دولار أمريكي. بهذا نصل إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت لبنان. نقطة على السطر صوت لبنان، منتابع نحن وياكم بملف النازحين مع ضيفنا الباحث في الصحة الإنجابية وصحة النازحين الدكتور فيصل القاق. على كل حال يعني موضوع النازحين موضوع شاغل الدولة اللبنانية، بس قصة الوالدات برأيك هي الأخطر؟ عم رجع كرر السؤال لأنه بدي أفسح المجال لكل الأصدقاء المستمعين إنه يتواصلوا معنا على 01-205-511-01-325-555-76-611-005 وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001 بموضوع النزوح السوري. اليوم القرار بتسجيل الولادات استكمال هو لقرار صدر بشهر أيلول الماضي بتنفيذ تسجيل وثائق الزواج والولادات للسوريين اللاجئين بلبنان في سجلات الأجانب لدى مراكز الأحوال الشخصية في المحافظات، وهذا خفف برأي المفوضية العليا لشؤون النازحين واللاجئين من عدد الولادات الغير مسجل. ليش ساهم هالقرار كمان بخفض نسبة غير المسجلين؟ يعني هي إلى جانب مثل ما تفضلنا وقلنا قبل إحنا وياكي موضوع الولادات وأعباء الولادات واللي هو ليش الولادات دائما بنحكي عنها إنه من أصعب شيء بهذا الملف، أصعب شيء عم نحكي عنه اليوم، لأنه إلى تبعات كتير، إلى تبعات يعني الولادات غير، لأنه أول شيء ولادات غير مخطط لها، ولادات غير مدروسة، والخصوبة عالية أصلا موجودة لأسباب مختلفة ومتعددة، عندك أعباء على الأسرة، عندك ازدياد في الصرف، عندك بعدين بخف كتير التردد إلى الرعاية الصحية، بصير في زيارة واحدة كل الحمل، وبالتالي بصير في مشاكل أكتر تنعكس على صحة المرأة، على الوفيات، على المرضى، بصير في ولادات خارج المستشفيات ترفع معدلات المرض بالوفيات، تنعكس على أرقام لبنان دوليا بالنسبة لمعدلات الوفيات وبتأثر علينا بشكل سلبي، بصير في أكتر وفيات للمواليد، بصير في أكتر أمراض للمواليد، بخف أكتر يعني مش هناك صعبة، لأنه هي بحد ذاتها عم تترك مفاعيل على أكتر من محور بحياة الأسرة والمجتمع. عشان هيك عم نركز اليوم نحن وياك دكتور فيصل القاق على هالموضوع. منستقبل اتصال ومنتابع، مين معي؟ ألو بونجور، صباح الخير. أكيد المواضيع عم تحكي عنها مهمة كتير، في موضوع أمني تاني كمان بيتعلق بأمن أولادنا على الطرقات واللي عم بيصير، هيدا رح نتطرق له طبعا بيصير. بس بدي أقول إنه هون أعطى وكالات للشباب يلي بتعرفي بدون أهل يعني بدون رقابة بدون كنترول عم بيسوقوا عم بيشفطوا بين البيوت، أعطى وكالة سوق على أساس بطاقة مزورة صادرة من سوريا، يعني قال شي صار له 5 سنين شخص ما راح على سوريا، صار عمره 18، منين عم بيجيب شهادة سواقة؟ عم يعترفوا فيها الدرك، ما عم بيدققوا انها مزورة، تزوير الأوراق لوحده تهم كبيرة. بس هوني بدي أذكر إنه عدد الحوادث نحن عنا بالحي، هيدا الشاب اللي بيبرم وبيضرب بالسيارات بالليل وبيروح هو من منطقة سربة وغيره كمان عم يضربوا بناس بريئين قصة رايحة توصل الولاد على المدرسة، ما عندهم يعني شهادة سواقة. بس هوني فين يوقفوا وكالات المعمولة، لأني ما بيقدروا يمتلكوا سيارة، وكالات المعمولة من اللبنانية للسورية، لأن السوري عم يشتري السيارة بحطها باسم لبناني بيعملوا وكالة سوق، هيدا السيركل كمان بيتعلق بالأمن على الطريق. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيك. شو تعليقك يعني الخطر من أول ما بيخلق الولد طبعا النازح؟ بس أنا بدنا نقول شغلة مهمة كتير، إنه الموضوع الأمني في لبنان موضوع ممسوك بشكل كتير ممتاز. نعم. إن كان بموضوع الحدود كان بموضوع الداخل، أنت عندك 1.5 مليون، طبعا الأرقام بتقول 2 مليون 1.2 مليون رسمي وغير رسمي، إلى جانب مجموعات أخرى موجودة. أنا رأيي الأمن يعني كتير ممسوك، هلأ في أحداث فردية موجودة يمكن موجودة مثل أي بلد بالعالم، بس بالوضع القائم بظل ظروف المنطقة الموجودة بعتقد موضوع الأمن بلبنان يعني
ممتاز ممتاز. أنا بدي أذكر كل اللي عم بيتصلوا فينا فويس كول يعني عبر الواتساب، ما بنقدر نستقبل اتصالاتكم، فبنتمنى أنه تكتبوا أو تتصلوا فينا على أرقام صوت لبنان 01-205-511 01-325-555، والخلوي كمان إذا بدكم بتتصلوا فينا على 76-611-005. في كمان سؤال: نظرا إلى المستوى المعيشي، حتى لو بيعيش النازح بخيمة إنتاجه الشهري يوازي 5 أضعاف ما يتقاضاه شهريا بسوريا، كل شيء مباح لا قانون مفروض عليه، وعدا ذلك ما بيتوجب عليه دفع ضرائب، كيف يعني بده يرجع إلى بلده؟ يعني اللبناني طبعا عايش ترخني هيك بيقولوا، طبعا المفوضية يعني تنفي هالشيء. كمان يعني كمان بدنا نكون شوي واقعيين، يعني في نازح ما إجا يعمل زيارة على لبنان شمت هوا، بس في منهم طبلون المناخ، يعني تدمير بيوت، تدمير مورد العيش، تفكك أسر، تاريخ مثل ما هو تشرزموا واجوا على لبنان. السياسة اللي كانت قائمة في لبنان ما كانت سياسة عندها هالقد وقتها يعني بعد نظر لحتين تشوف كيف بدها تسير هذه الأمور. صار في وضع معين، ما بدني يعني ما بعدين المسؤولين بيطلعوا بيشوفوا شو بيعملوا بهذا الموضوع، اجوا قعدوا وصاروا هون موجودين. بس ما تنسي انه من 2011 لهلا ارتفع معدلات الفقر، والعائلات اللي نزلت تحت خط الفقر عند السوريين تتجاوز 70%. اللي اجوا عندهم شخصين بس صاروا عندهم مساعدات، صاروا يعني الفقراء من هون في مساعدات من المفوضية. نستقبل انا وياك اتصال، مين معي؟ صباح الخير، نقطع الخط بيننا وبين المتصل. اليوم قديش عدد الولادات المسجل؟ حكينا عنه. الأهل اللي مضي سنة من دون ما يسجلوا ولادهم شو تبعاتها؟ سهلتهم الأحوال الشخصية مديرية الأحوال الشخصية؟ دور المفوضية بتنفيذ هالإجراء كمان قامت بهالدور؟ بس بين لبنان وسوريا في علاقات، في سفرات، بالتالي مش لازم كل سوري بيولد بلبنان لازم يتسجل أو تتسجل ولادته بالسفارة السورية، أو يتم إنشاء مكتب خاص على الحدود لتسجيله. أنا معك، يعني طالما البيان الوزاري، طالما كل المسؤولين كلهم مع عنوان العودة، عودة النازحين، نعم، وكل مع عودة آمنة. هلا بعدين بنفوت بفوتوا بالتفصيل، العودة الآمنة أكيد العودة مع كرامة الأشخاص، هيدا مثبتة. أما كيفية آلية هذه العودة أكيد في عليها يمكن وجهات نظر مختلفة لأسباب سياسية وغير سياسية مثل كل شيء بلبنان. نستقبل اتصال، مين معي؟ صباح الخير، تفضل. أهلا وسهلا فيك، معك مواطن لبناني. ايه تفضل. بالنسبة للنازحين عم تحكوا، صباح الخير أول شيء لك ولضيفي، صباح النور. عم تحكوا بالنسبة للنازحين، يعني نحن كمواطنين لبنانية يعني ما لناش نقول لك مثلا هذا من أي فئة، أنا مواطن لبناني، عرفت كيف؟ عم تحكي مش معقول يعني اليوم عمل صوتك مش واضح، ما تواخذنا أو بدك يعني تمشي الحال يعني حتى يكون صوتك منيح، حسن موقعك ولا شو؟ راح الخط. بس سؤال أخير: مش تسجيل نازحين من دون هويتهم الوطنية بيؤدي إلى تجنيسهم بلبنان بعد عدة سنوات، وبتتعقد الأمور لأسباب طائفية؟ دكتور فيصل القاق، يعني أنا كمواطن مراقب ما بلاقي في توطين للسوريين في لبنان. نعم. ما بلاقي. خلينا ناخد فويس مسج. هي ناتجة عن فرص الرياح اللي موفرتها دولة والأمم. بالنسبة للدولة موفرت له بيشتغل بالمطاعم، بالدليفري، كهربجي، سنجري، بالمستشفيات ممرض، بالبقاع حكيم. يعني هيدي كلياتها آخر همه إنه إذا جاب أولاد التعليم ببلاش ومعاش شهري ماشي، يعني حتى لو منه محتكر السوق بالنسبة للعمل. لبنان ما بيقدر يجيب إلا واحد ويدوب يعوشه أو يدفع له التعليم. نحن بنحكي واقع وهيدا الشيء نحن عايشينه. كيف بدي فل؟ ما بيفل، لأنه هونيك في نظام وفي استبداد بنفس الوقت، بيقلك لا بدل ما أقبض هونيك $100 هون بالشهر عم يجيني بس من الأمم $300 على الشخص على العائلة نفترض. بس إذا اشتغل برا هو أو مرته أو بعد ابنه مع هيدول الشحادين بيجيب مصاري أكتر. نعم.
على كل حال نحن بنشكرك. شو تعليقك دكتور فيصل القاف على يعني ما في شك، وانا بحترم انه البرنامج فاتح الهواء لحتى نسمع اصوات الناس، برنامج للناس طبعا، مش هيك يعني عم تسمعي اصوات الناس هناك. ما حدا بينكر تنامي إذا بدك التنشن بين المجتمعات المحلية وبين النازحين. ما في شك هناك شكاوى مختلفة من مختلف المناطق عن التزاحم على فرص العمل، على هذا الانطباع أنه النازح قاعد عم بياخد حكمة بلاش وعم بياخد معاش وليش بده يرجع على 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 بلده. أكيد هذا الانطباع موجود، على سوريا ورجعوا ليش بيسجلون النازح؟ كمان في أسئلة كتير كبيرة صح. من المواطنين اليوم لازم ينوضع إطار كتير كبير، بس الدولة مركزة جدي. ويكون في عمل جدي بهذا الموضوع. نعم، بس الدولة مركزة طبعا على عودتهم، ولو أنه مختلفين بين الطوعية والأمينة. مستقبل اتصال، مين معي؟ صباح الخير. يا أهلا وسهلا. صباح الخير، تفضل. معك علي طراف من بعلبك. يا أهلا وسهلا فيك علي، تفضل. بخصوص السوريين، هو شيء وطني هذا، يعني شيء للبنان كله، أوكي؟ فأنا بسافر كتير وبسمع أخبار كتير وبيأس كتير من الأخبار السياسية اللي عم يقابل لبنان، شيء بده يرجع وشيء ما بده يرجع وشيء بده يعمل ظروف. أنا بعتقد المفروض الدولة اللبنانية تعمل استفتاء شعبي، لأنه هذا شيء مهم كتير، وأكيد ثلاث أرباع الشعب حيقول إنه هؤلاء السوريين لازم بزور الشهرة يكونوا خليهم من لبنان. نعم، هذا شيء طبيعي وشيء أكيد، لأنه كل لبنان متضرر، العمال، المهندسين، كل الوظائف بالدولة وكل الوظائف بلبنان كله متضرر، مش 400,000 وظيفة متضررة. نعم، فشيء طبيعي يعني الشعب اللبناني يقول لهم خلوا من هون. بعد ما يطلع هذا الاستفتاء ما بيعود في حرج لا على سياسي بلبنان ولا بيعود في سياسي يقول انه انا طلعت السوريين بيعد هالفضل لي، بيكون فضل للشعب اللبناني. صحيح، يعملوا استفتاء بسكنات الجيش يوم احد، بتروح العالم بتصوت بتعمل استفتاء بقانون شهرين، هذا بيحرج يعني ما بيعود يحرج حدا، عفوا ما بيعود يحرج حدا. نعم، ما بيعود يحرج حدا. نعم، شكرا. شغلي سياسي وما يقول لي حل نحن اللبنانيين. نعم، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. عندك تعليق دكتور فيصل؟ يعني المواطنين يعني عم بيدعوا الى استفتاء. يعني انا رايي واحد لازم دائما نتسمع علينا نحن المواطنين العاديين شو بنقول وشو هي الافكار الموجوده، ولكن هيدا القرار قرار يرتبط بالامم المتحده، يرتبط بالحكومه السوريه، يرتبط بالحكومه اللبنانيه، وطبعا المجتمع الدولي. بس نقول يعني عم نقول روسيا، عم نقول امريكا، عم نقول اوروبا، عم نقول ايران، عم نقول تركيا. ما فيك تيجي تقولي انه، قلت لك وانت بتعرفي كتير منيح الموضوع بحاجة الى يعني تداول مستمر بين مختلف هذه القوى، ولكن بالدرجة الاولى بده يكون في قرار الحكومة اللبنانية وبده يكون في قرار الحكومة السورية. هلا في خطة طبعا عند وزارة الشؤون، في خطة انعملت سابقا، وطرح الوزير كوميجيان خطة، البيان الوزاري ملتزم حولها. في كمان اتصال، من معي؟ الو، صباح النور. وطي الراديو. فيك تسمعنا على التليفون هيك برياحة؟ تفضل، بعدك معنا؟ اوكي، صباح الخير. اهلين، صباح الخير لك. لازم بس كنا عم نحكي ناقش الاتصال بالنسبة للنازحين، يعني هو مؤمن من البلد بألف خير، البلد مش بألف خير بوجود السوريين اللي زوح السوري. نعم، يعني مواطن لبناني مجروح. صح، مجروح، يعني شيء مش طبيعي. عم يقعدوا بالعمل وعم يشتغلوا قاعدين، لا كهرباء ولا مي ولا تأثير ولا شيء بالمرة. يعني بعد الوقت كنا البلد بلو بالخير، هاي الحرب اللي بقوتي أنت تترمش عند الشعب اللبناني في حال العياري. لبنان منه بألف خير. صحيح، شكرا لك. لبنان منه بألف خير. في مواطن بيقول لي وبيقول لك كمان دكتور فيصل، تعوا شوفوا السوريين على خط الشويفات عم يشتغلوا على الفانات والتاكسي وما حدا عم بيحكي معهم، وبيدفعوا للدرك ليحموهم. يعني ما بعرف يتحققوا هون القوى الأمنية. يعني في شكاوى كتير كبيرة من الناس. تعوا شوفوا بصور، في مواطنة بتقول لي تعوا شوفوا بصور عبنا سكروا لهم محلاتهم، والله عم بيحرقونا حرق.
كمان في مواطن ما حدا عم يفتقر غير اللبناني السوري عايش باللوج، بيشتغلوا رجال وبتشتغل المرأة، بتشحت كل الشهر وعن جد مرتاحين أكثر من اللبنانية. على الخط مباشرة بيسعدنا نرحب بضيفنا وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير. اليوم في شكوى عارمة من المواطنين اللبنانيين لبرنامج نقطة على السطر، وهيدي الشكوى والصرخة منا جديدة، في صرخة كتير كبيرة من قبل اللبنانيين تجاه النازحين عم بياخدوا محلاتنا عم يشتغلوا مطرح ما نحنا منشتغل، هن عايشين باللوج ونحنا فقرة. شو تعليقك معالي الوزير على هالصرخة اللي منا جديدة؟ طبعا هالصرخة منا جديدة من يعني هلا كذا سنة، مش جديد عم نشهده انه السوريين عم بياخدوا عمل اللبنانيين، عم بيستهلكوا بناهم التحتية، عم بيأثروا على الاقتصاد الوطني، هيدي مش جديد. وبالتالي هيدي الحكومة مجتمعة قالت وين انه ينحط خطة لمواجهة هذا الشيء. طب انتو كفريق سياسي ضد العودة؟ نعم. انتو كفريق سياسي ضد العودة؟ اطلاقاً كيف ضد العودة؟ في شيء لبناني صار في سجال حول هالموضوع مع الوزير؟ طبعاً هنا حبينا ترد على هالسجال، اتهمته بهالشيء مش صح؟ هذا سؤال يعني كأنك عم تسألي هل القوات اللبنانية ضد سيادة لبنان وحرية لبنان؟ اطلاقاً نحن مع العودة مبارح قبل اليوم. نعم. وقلنا رأينا، وبالعكس هيك نحن بدل ما نستعمل هذا الموضوع لأسباب سياسية وشعبوية رحنا أبعد من هيك، حطينا بالنهاية خطة. نعم. طرحنا مشروع حل، مبادرة اللي يسموها يلي بدهم إياه لعودتهم. آن الأوان أنه نطلع من الشعارات الشعبوية والبروباغاندا السياسية تنقول نحن عم نزايد أنه نحن بدنا عودة السوريين وهناك. نحن لا، حطينا خطة عملية. شو أبرز عناوينا؟ نأمل من كل الفرقاء أن في منتصف الطريق. نعم. شو عناوين، ابرز عناوين هالخطه معالي الوزير؟ ابرز عناوين الخطه انه الوزاريه اوريدي موجوده، يعني تفعيل عمل هذه اللجنه التي تعنى بالنزوح السوري وفيها عده وزارات يعني وبالتالي ينحط خطه على طاوله مجلس وزراء ونمشي فيها. هلا نحن اللي طرحناه كمان طرحنا عوامل مساعده. يعني لما طرحنا انه الغاء ال شو اسمه الضرائب على السوريين لما التسوي مصاريف التسوية تبعهم لما بدهم يرجعوا، يعني الأمن العام عم يدفعهم 200 300 دولار تيسوي لهم أوضاعهم، عم يدفعوا هالمصاري هول تنخففهم. السفارة السورية لما بيسجلوا الولادات عم بتشرجهم كمان 300-400 دولار. كل ما يسهل العودة، يعني تلغي الحكومة اللبنانية كل رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين. طبعا في أنا في 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 كهنة وفي مطارين حكيوني بهالقصة، يا أخي بدكم تسهلوا العودة رسوم، لأنه في ناس مزبوط ما مع تدفع يعني الرسوم. إضافة يعني تفعيل لجنة الوزارية، إلغاء كل هذه الرسوم من قبل السفارة السورية، من قبل الأمن العام، من قبل الدولة اللبنانية. إضافة إلى ذلك هو أهم شيء هو الضغط على 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 المجتمع الدولي لكي بدوره يضغط على النظام السوري لتسهيل عودتهم. القصة مش عنا نحن، هلأ بتقولي لي بدهم يرجعوا، نحن مع عودتهم الآن قبل بكرة. نحن ولكن نحن بس مصلحة المجتمع الدولي إنهم يرجعوا، مصلحة النظام إنهم يرجعوا. نعم. يعني يوم نحن مصلحتنا يرجعوا، بس مصلحة المجتمع الدولي إنهم ما يرجعوا، ومصلحة النظام إنهم يرجعوا. لكن نحن شو بدنا بالمجتمع الدولي؟ نعم. أنا برأيي إيه مصلحة النظام إنه ما يرجعوا. نعم. بس في مثل بيقول الحق الحرام على باب الدار، عرفتي كيف؟ رح نلحقوا على باب الدار. نحن عم نقول هلأ بدنا يهون يرجعوا، يتفضلوا حلفاء النظام والنظام يعني يعطيهم حد أدنى من العودة اللي هي العودة الآمنة ويضغطوا بهالاتجاه. طب فينا نقول اليوم معالي الوزير انه الدولة يعني وضعت خطة موحدة لملف النازحين، خصوصا انه اليوم في فريق عم يستعمل هالملف زريعة لنحكي مع النظام يعني، وتزرع بالنازحين كمان لحتى نفتح خط مع النظام السوري؟
لكن في يعني نحن منا مغفلين مغفلين كمان. في الأمن العام عم بيحكي الأجهزة اللبنانية عم تحكي مع الأجهزة السورية وفي وزراء حابين يروحوا. نحن اللي قلنا انه خي يروحوا بس من ضمن خطة حطتها الحكومة تيحكوا. هلا بيروحوا بيحبوا يروحوا يحكوا مثل ما قلنا تفاوض تقني، عرفت كيف؟ نحن مش يعني الحكومة مجتمعة ما راح تطبع، يعني ما راح يروح رئيس الحكومة يقوم بزيارة لسوريا ويحط لهم الطاعة، يعني هذه ما يحلموا فيها. هن عم بيحاولوا يستخدموا ملف النازحين انه ايه ما في عودة للنازحين قبل ما تطبعوا معنا تطبيعا كاملا. نعم طيب اللجنة هذا إزلال للبنان. طيب في لجنة اخدين قرار بالحكومة نائب النفس، وبالتالي لسنا مضطرين انه نروح نرجع نتحالف من جديد كدولة مع النظام السوري. في لجنة معالي الوزير، في لجنة تألفت سنة 2017، وين هي؟ شو مصيرها؟ ما هذا نحن ما طلبنا به هو تفعيل هذه اللجنة، وخلينا نبحث الموضوع. مش وزير وحده بيقرر، ومش كل واحد بيفتح حسابه في هذا الموضوع. هذا الموضوع يشكل أزمة وطنية كبرى، هيك يشكل أزمة أمن قومي، يشكل أزمة بنى تحتية واقتصادية، يشكل أزمة ديموغرافية. في عنا مشكلة كبيرة بالنزوح السوري، وبالتالي آن الأوان أنه نعالجها. ما في فريق واحد يعالجها، ولا فينا نرضخ يعني تحت الضغوط وتحت الابتزاز أنه تتعالج هذه الأزمة. أصلا النظام السوري لا يريدهم أن يعودوا، وبرضو إذا فليفتحوا الحدود، فليؤمنوا الحد الأدنى من الضمانات للناس يلي بيروحوا إنه من عقلك السوري رح يرجع ورايح على الاعتقال، أو رايح يخدوه على الخدمة الإلزامية، أو يدفعوا رسوم إعفاء للخدمة الإلزامية. إنه ما فيك تقول بدي إياهم يرجعوا ويكون النظام حطت لهم شروط تعجيزية تيرجعوا. نعم بس معالي الوزير، إذا في نوايا سليمة فليقل هذا النظام يتفضلوا يرجعوا، وأنا مأمن له. على كل حال رد عليك عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشعب السوري ونائب رئيس جمعية الأخوة السورية اللبنانية ألام بكر على مبادرتك معالي الوزير حول إعادة اللاجئين السوريين. يعني معتبر أنه طبعا اتهموك اتهامات، يعني أنا مش معي مين برد وكيف برد حقيقة، يعني ما لا أعلق على هذا الموضوع. أنا بهمني مصلحة بلدي، بهمني مصلحة لبنان العليا، ووفق هذه المصلحة نعمل نحن. بردوا ما بردوا بردوا بهجومات هيك. ريت الرد مع الوزير؟ نعم ريت الرد؟ ريتوا ايه انه اعتبر نعم. يعني اذا طلبنا بعودة اللاجئين الى والنازحين الى بلادهم، وحطينا خطة بالحد الادنى، كل أخصامنا حتى عم بيقولوا هذه خطة مقبولة وقابلة للبحث، بردوا علينا أنه نحن صهاينة. نعم. لكن وين بعدهم؟ يعني للأسف ما يحسون الرد. يعني هيك ناس أنه هودي يلي نظام قتل مئات الألاف من شعبه، يلي مهجر 10 ملايين من شعبه، شو بدك ترد عليهم؟ عم بيقول أنه سوريا دولة بمؤسساتها بعدها قادرة تحمي مواطنيها، وبدنا نذكر الآخرين بأفضلنا عليهم. يعني كان في كتير حكي. على كل حال اليوم بدنا نحكي عن شيء بهمنا. حضرتك معالي الوزير، انتوا عم تتجاهلوا انه سنة 2014 في قرار صدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية اسمه سياسة الدولة اللبنانية تجاه الأزمة السورية. طلعتوا على هالسياسة وتنفذ قسم كبير منها. يعني اليوم بعدنا عم نفتش على خطط بوقت في قرار اسمه سياسة الدولة اللبنانية تجاه الأزمة السورية. نعم. شو المانع؟ ما كل شيء بوقته حلو مثل ما بقوله. نعم. ما صح سنة 14، يمكن هلأ صار عنا عدد نازحين أكثر، عنا مشاكل أكثر، عنا مشاكل لبنانية أكثر. نحن بال 2019 اليوم فلنطرح خطة بالحكومة. بس هاي الخطة السابقة خطة كانت بالاتفاق مع بنكي مون وقتها. لك شو بدنا بنكي مون وإجا غير بنكي مون؟ نعم. بدنا نعمل أبديت هلأ، بدنا نحكي بما نحن عليه اليوم. نحن عم نقول تفضلوا تنحكي فيها، نطلع عم نسب الدين؟ ما فهمت. عندك يا معالي الوزير داتا حقيقية للاجئين بوزارة الشؤون؟ أكيد عنا، بس بدي أبديت. نعم. في 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 عندك مليون ونص نازح، يعني هذه ما في شك فيها.
في انتشار للنازحين بكل المناطق اللبنانية، وبالتالي لا عندنا أزمة كبيرة. هذه يعني الأرقام لا تلغي الأزمة ولا تسمح الأزمة. في أزمة كبيرة عميقة موجودة، أنا الأوان أن نحلها، ونحن نلاقي فخامة الرئيس بهذا الموضوع. نعم. ما فهمت ليش يعني إذا حكينا اليوم بخطر تطلع أنه هلا فاقوا لشان وين كانوا؟ لا مش هيدا السؤال مع الوزير، لأنه كان في سياسة أنه ليش ما منتبعها منرجع منحط خطط تانية. هاي هي القصة، فلتطرع على طاولة الحكومة. هلا حكومة جديدة ومقلعة وكل شيء، فلتوضع الخطة على 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 طاولة الحكومة. نحن هذا اللي في لجنة، خليها اللجنة. نحن عنا بروبوزل، نحن عنا طرح، قد يكون غيرنا عنده طرح. هذا يعني طروحات وطنية لمعالجة هالأزمة، فليكن ما عنا أي مشكلة للنقاش، بس إنه نحط هيك إنه تلقى التهم علينا هيك جزافا، هذا ما لا نقبل به، لأنه غيرنا ما عمل أحسن منه. تعتقد معالي الوزير أنه هالملف بده ضمانات أكبر من لبنان، يعني من المجتمع الدولي اللي لازم يفرض على النظام السوري الخطط اللبنانية؟ لما لبنان بياخد قراره وما حدا يفرض عليه شيء. هلا ما في شك، ما فيك تعالج هذا الموضوع لما بنقول الحكي مع المجتمع الدولي بتقوم القيامة، بس ما فيك تكون صام مع المجتمع الدولي وبدك تعالج هالأزمة. نعم. بدك تحكي مع الأمم المتحدة، مع الأمريكان، مع الروس تحديدا. يعني في اليوم مبادرة روسية. إيه بس يعني تراجعت، يعني مبادرة روسية كانت إنه منطلق فيها طبعا لبنان ومتكل عليها، خف وهجة. لا خف وهجة، يجب تفعيلها. عنا غير حلول، خلينا نطرحها، بس هيك نقعد نتهم بعضنا بلا جزاف. طب في مؤتمر دولي هلأ جاي، مؤتمر بروكسل 3، هيدا من أجل تخفيف أعباء النزوح السوري. لا نحن بدنا عودة اللاجئين النازحين السوريين، مش بس معالجة، خلصنا معالجة. هنا بيعطوا مساعدات لهم، بس الوضع ما بقى يتحمل هيك معالجات، بس انه دعم انساني للاجئين السوريين. عم بيعطوه هذا الدعم فينا وبلانا. نعم. بس نحن بدنا نقعد هناك، نحن بدنا عودتهم، فلنضع خطة وطنية لعودتهم. نعم، هيدي الخطة يعني ستتوافق عليها كل اقطاب السياسي بلبنان، رأيك مع الوزير؟ ايه ليش لا، ليش ما اكيد. نعم. خطه هي لعودتهم. نحن ايجابي، نحن بلشين ايجابيا، عرفت كيف؟ هلا غيرنا شو بيعمل ما بعرف. انا بدي اشكرك وزير الشؤون الاجتماعيه شرق ويوميجيان، ويعطيك العافيه، واهلا وسهلا فيك مجددا عبر صوت لبنان. رح تابع مع اسئله المواطنين. كمان هون بعلي حكينا عن علي، انه من يومين سمعت انه بعلي البلديه موظفه بوليس بلدي سوري، وما معه لا جنسيه ولا اقامه، وما في لبنانيه ولو بيشتغلوا بدل السوري. اذا الدوله ما فيها خير لشعبها عبسا نتامل فيها. كمان برسم بلديه علي هالسؤال، تفضل ريس، يا ريت بيجاوبنا كمان انه معقوله هالشيء، الناس ضاقت ذرعا. كمان في اسئله كتير كبيره اليوم عم بينقال، انه لازم يرجعوا السوريين على بلدهم، ولازم يصير في اتفاق بين كل مكونات الطبقه السياسيه لحتى يرجع، لانه اليوم مش اللوم على النازحين السوريين، لانه كل واحد عنده وضع خاص، اللوم على الدوله اللي ما عم بتنظم وضع النازحين وتوجد حل لهالمشكله. هيدا موضوع صراع بين الاطراف السياسيه والنازح عم بيدفع الثمن. شو تعليقك دكتور فيصل القاق؟ يعني أكيد التوافق أفضل بين الأقطاب السياسيين وفي الحكومة الجديدة، اللي متمنى لها التوفيق يكون في توافق على موضوع النازحين. ولكن يعني أنا مواطن ومراقب بعتقد أنه لا يعني كتير مهم يكون في توافق بالحكومة اللبنانية، ولكن ما بيكون كافي إذا ما كان في رأي للمجتمع الدولي، إذا ما كان في أيضا موافقة من الحكومة السورية على هذه الآلية. الموضوع معقد، المجتمع الدولي عم بيدفع مصاري، الهيئة العليا للاجئين عم تدفع مصاري، في مساعدات من كذا مؤتمر دولي صارت واصلة، في أطراف لاعبين كبار بملفات المنطقة، في لاعبين كبار بالساحة السورية وغيرها، وبالتالي ما بعتقد الموضوع وهذا هو صدى. يعني
اللي عم بيصير بلبنان وكل هالنقاش والديبايت اللي عم بيصير حول موضوع النازحين هو كمان انعكاس وصدى لكل الأزمات الملتهبة بهذه المنطقة. طيب يعني اليوم نحن عم نحكي عن عودة النازحين ومعنا أرقام دقيقة مسجلة، يعني المفوضية أرقامها شيء والأرقام الحقيقية شيء وضايعة، وأرقام اللاجئين كحال أرقام والحسابات المالية اللي ما بيوصل الباحث عنها إلى طريق واضح أو مفتوح، بل بيضيع بمغاور. هيدا مقبول لبنانيا؟ هلا أنت يعني بقتنعة انه هذا الموضوع فقط سيعالج بالشق الانساني تبعه والجانب الانساني تبعه؟ اكيد لا. يعني بالجانب الانساني كلنا عم نساعد، نحن عم نساعد، غيرنا عم بيساعد بالموضوع الصحي، بالموضوع المساعدات، بموضوع الاحتضان اللي كان. هلا في دراسه بتقلك 94% من النازحين بيعتقدوا انه البيئه اللبنانيه هي بيئه صديقة لهم وبيئة داعمة لهم الأخير، وهذا شيء إنساني ما حدا بتراجع عنه. نعم. أما بالموضوع الأعباء المترتبة على البنى التحتية، الأعباء المترتبة بعدين اللي تفضلنا وقلنا أنه بالعواقب القانونية، بالعمل، بالتعليم، بالتسجيل، بغيره، هذه أزمة كبيرة بدها تتعالج. وحتى لو اتخذ قرار أنه بيرجعوا اليوم أو بكرة، ما عندك يمكن تمتد لسنوات أو سنتين أو ثلاثة، فبدأ نفصل بين ما هو يجب أن ينعمل لمصلحة لبنان ولمصلحة هالمواطن هيدا من الناحية الإنسانية، يكون عنده مستقبل يطلع عليه لقاله لعائلته، وبين الجانب استعمال قضية النازحين في المواضيع السياسية، وهذا شيء بتعلق أنا رأيي بلبنان وبسوريا وبالمجتمع الدولي. خلينا نسمع فويس مساج من الناس. إذا بدنا يعودوا ما في لهم عودة أصلا. السياسية اللبنانية نحن عنا هون وزراء ونواب ما بيناسب العودة، ما بدنا نقول عم بيستفيدوا من وراهم، عم بيغنوا من وراهم، أو في ناس مع وفي ناس ضد وفي ناس حرام يمكن ينخطف يمكن ينبلى يمكن ينضرب. طب هاللبناني هيدا اللي عم بيمسح فيه الأرض 24 ساعة بس توت بالبيت، يا بدك تسفريه على دبي أو بتسفريه على دولة تانية. نحن ما بدنا لا عودي ولا غير عودي، بس واحد يكون عنده شرف بوزارة العمل ما يخلي ولا واحد منهم ينحصروا بشغل العمار. بس يا ستنا والله العظيم تعبنا عن جد. ما بدنا ثورة ضد الدولة وضد التفئة، بدنا ثورة، بدنا نشتغل، بدنا نعيش. هيدا لسان حال المواطن اللبناني، متنا من الجوع بدنا نشتغل كمان. بنستقبل اتصال، مين معي؟ لو صباح الخير، تفضل. صباح الخير مواطن، أهلا وسهلا فيك، تفضل. بدي أحكي مشان النازحين السوريين. نعم تفضل. عم نسمع. النازحين السوريين صايرين عاملينها بلبنان بين بعضهم الفرقاء للمزايدات. نعم. للانتخابات. بتسألي بكل صراحة، بدي أحكي أنا. تفضل. تسألي واحد سني بيقول لك لا وممنوع العودة ولازم تكون كريمة وما بعرف إيش، بتروحي مع طرابلس بيقولوا لك هودي اللي عم بيخلفوا من النازحين السوريين في لبنانية عم بيسجلوهم لبنانية، ما عنده أولاد أو عنده أولاد بيجيب على الأولاد وإجاني ولد وبسمع بروح على طرابلس. عرفتي كيف؟ وقال لي شي 5 سنين اسمع انه في تهريبات للتسجيل سوريين قطعن تذكرة لبنانية. بعدين بتسألي هون اللبنانيين غير المسيحيين كلهم بيقولوا لك رجع امني، وبيصير بلشوا يبرروا لك انه مشان عدم العودة. شو صار فينا بالفلسطينيين؟ شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني لسان حال المواطنين اللبنانيين على الخط مباشرة دكتور أحمد زين الكاتب والمحلل السياسي. صباح الخير. صباح الخير مدام ولضيفك الكريم وللمستمعين. ضاقوا زرعا اللبنانية بموضوع النازحين اليوم، هل العودة بالقطارة اللي عم صير كل أسبوع وتفعيل المساعدات المادية بوادر بتبشر بالخير؟ أول شيء قبل يعني للأسف بعد ما يقارب 8 سنوات على بداية الأزمة، نحن
المشكلة الأساسية عندنا بعد ما عن صلاحيات الموضوع. يعني هلا في بعد ما هلا في خلاف هل هي من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ولا رئاسة مجلس ولا رئاسة الجمهورية. يعني أنا برأيي قبل ما نعرف كيف نرجع نتفق أول شيء على الصلاحيات. الشغلة الثانية يعني كمان المضحك ممكن إن هلا بعد ما عم بيختلفوا على التسمية. نعم. فالموضوع أنا بده يرجع بده يكون في اتفاق بين اللبنانيين. بالإضافة إنه نحنا كلنا نعرف إن المجتمع الدولي عم بيساعد إنه هاي العودة تكون صعبة. عم بيحط العلاقة حتى يبقوا هون لأنه طبعا فعلا والأموال فعلا اللي عم بتكون مرهونة يعني إنه لللبنانية إنه باستضافة نازحين أكتر وأكتر. ستنا العزيز نحنا لبنان من بداية الأزمة لهلا تكبد ما يقارب 20 مليار دولار، أكثر من الاتحاد الأوروبي المجتمع بأضعاف. نعم. يعني هل يا ترى الاقتصاد اللبناني بعد بيحمل؟ نحن كان في عنا جلسة طاولة مستديرة من أسبوعين عن هالموضوع، جميع الأطراف كانت عم تقول لن يستطيع لبنان أن يحمل أكثر من سنة على أبعد تقدير. عبين قال أنه قادم على انفجار اجتماعي إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وخصوصا أنه في ولادات جديدة لسوريين كل شهر بأرقام عديدة على مستوى لبنان. هيدي من المشاكل انه نحن عنا يعني الدراسات ببداية 2018 كان بتقول عندك 178 ألف طفل سوري دون الخمس سنوات من العمر. شي يعني هول ما بيعرفوا سوريا. نعم. هول بالنسبة لهم بيعرفوا لبنان. نعم. هي واحد كمان من الدراسات اللي عم بتقول انه كمان معظم العيال يعني عم نحكي احنا بحدود 50 ألف عائلة عم تعيلها امرأة. نعم. يعني هون كمان هذا الموضوع عم بشكل عائق، يعني عم بشكل عائق بالنسبة لألون لبنان هو الموطن. أنا ما عنده القدرة في العودة إلى سوريا، فإذا ما كان في خطة استراتيجية تبدأ باتفاق بين اللبنانيين على مقاربة هالموضوع أولا من خلال الصلاحية، ثانيا أنه بعدنا عم نختلف أنه العلاقة مع سوريا في عنا مشكلة اقتصادية ما حدا عم بيحس فيها، في عنا نسبة بطالة، في عنا مثل ما انت يعني معرض لانفجار بين لحظه والاخرى. فيجب ان يكون هلا في التوجه، انه لازم يكون في خطه استراتيجيه. هلا الشيء اللي نحن كمحللين بنرتاح له انه الوزير السابق المعين المرعبي ما كان عنده الحماس لعوده النازحين او اللاجئين، بينما هلا وزير الدوله لشؤون النازحين الحالي صلاح الغريب راح سوريا وبحث هالملف. نعم 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 نعم. على كل حال اليوم لما بنقرا عن المجتمع الدولي وخصوصا اللي كشفه وزير خارجيه الفاتيكان عن عدم وجود رغبه دوليه بعوده النازحين وعدم رغبه الرئيس السوري نفسه بعوده النازحين، كيف قادر لبنان اليوم يفرض يعني او يضغط بهالاتجاه؟ أنا بس بدي أعلق أفور على نقطة بكلمة التي مش دفاعا عن الرئيس السوري، بس ما هو الرئيس السوري رحب، يعني الدولة السورية بالعكس بحاجة لعودة النازحين إلى بلادها، في حاجة اقتصادية لعودتهم لأنه في إعادة أعمار سوف تنطلق خلال 6 أشهر خلال سنة وهي بحاجة إلى اليد. عم نقرأ اللي كشفه وزير خارجية الفاتيكان يعني بعد. أنا معك بالزيارة اللي كانت اللي نحكي أنه المجتمع الدولي هيدا أصلاً المجتمع الدولي ما بحاجة لحتى إيه معليش عم بتقلي إذا يعني الرئيس السوري أنه هو بده يعوده، طيب شو عمل لتنظيم هالأمر؟ يعني كيف عم يدفعوا للعودة؟ يعني ما في شيء بالواقع عم بيصير، بالعكس ما بنلاقي إلا عرائيل عم بتصير. مدام أول شيء نحن نحكي من جانب اللبناني، كيف بده يكون في عودة إذا ما كان في حوار بين القوى اللبنانية؟ ما هي الزريعة اللي عم بيستعملها فريق لحتى نرجع يعني ترجع الاتصالات بيننا. يعني صح هذا الخلاف، بس كمان بدي أرجع لنقطة، بس هلا عم بنحكي عن المبادرة الروسية وفشلها. أول شيء المبادرة الروسية لم تفشل، المبادرة الروسية في يوميا متابعة لها، هي هلا مثل بقولوا الضوء النوري اللي هي ممكن تساعد بعودة النازحين. أنا كان في عندي زيارة على موسكو وطلعت على الأرقام والبيانات، يعني هلا بالنهاية اللواء عباس إبراهيم مشكور أن يكون بهذه المبادرة، ولكن هو كمان ضمن اللجنة الروسية اللبنانية لعادة النازحين، وهلا الرئيس عون رايح على روسيا إن شاء الله. ما هو من الأسباب الموجبة أو السبب الرئيسي لزيارة من وجهة نظري المتواضعة
الرئيس عون إلى روسيا هي عودة النازحين على هالأمل. إن شاء الله. هلا هون الأمل التفعيل، أنا ما بدي أقول تفعيل لأن هي فعلا كانت يعني تمشي، لكن الروس بحبوا يدعموا هيك شوي بطريقة منا كتير تحت الإعلام، مش مثل الأمريكان كتير بيعرضوا على العنبيسية. بس أنا بقولك طلعت شخصيا على تقارير يوميا ترسل إلى موسكو. شكرا. عن أعداد النازحين الذين يعودون إلى سوريا، وحتى لو كان أعداد يعني حتى لو كان 20 شخص عاد إلى سوريا. هلا وبرجع بقولك التنسيق بين الروسي السوري هو على أعلى مستوى. أنا ما سمعت عن عرائيل وضعت من النظام السوري. برجع بقولك أنا مش دفاعا عن النظام السوري، نحن ما بدنا ندافع لا عن نظام سوري ولا روسي ولا أي نظام، نحن بدنا ندافع عن النظام اللبناني يلي هلا وصلنا لمرحلة لا تحتمل. نعم، شكرا لك دكتور أحمد زين، كاتب ومحلل سياسي. عندك شيء تضيفه بهالإطار؟ هل فعلا سيوضع هالملف النازحين على نار حامية بعد انتهاء زيارة فخامة الرئيس إلى سوريا برأيك؟ ما في خيار تاني وإلا أنت بدك تعالجي هذا الملف. الجميع متفق على معالجة هذا الملف، من قوى محلية، من حكومة لبنانية، من الحكومة السورية، من المجتمع الدولي. هو أنا رأيي آلية والعمل على هذه المعالجة. نعم. آليتها وصرفها بالموضوع السياسي وغير الموضوع السياسي، بس الجميع متفق على هذا الموضوع. أما الآلية فبتخضع على كل المتغيرات اللي عم بتصير، وتحديدا بالترتيبات المقبلين عليها واللي هي ترتيبات شكلها يعني إيجابية بالمرحلة اللي جاية من هلأ طبعا. والسياسات اللي اعتمدت بمقاربة هالملف من قبل الدولة اللبنانية ما كانت يعني أنا برأيي ما كانت بناءة بالأساس، بناءة من الأساس، وما كانت استراتيجية بالأساس، وإلا ما كنا وصلنا لهالمواصيل. يعني معالجة هالملف كل مرة بحطوا لنا خطط، بتمر 4-5 سنين بحطوا لنا خطة، لازم يكون نحن هلا بثلاث ارباع المعالجة مش بأول المعالجة للأسف. هيدي دولتنا. شكرا لك الباحث في الصحة الإنجابية وصحة النازحين الدكتور فيصل القاق. شكرا. كنا شكرا. على تواصل مع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوم جيان والكاتب محلل سياسي دكتور أحمد الزين. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوال ليشا عبود دليدا غانم والمخرج جورج العلية. إلى اللقاء. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر.